ملخص الحلقة 27 من مسلسل ولاد بديعة. بتمنى تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة ويلا نبلش. المشهد الأول بيروح مختار لعند هديل وبيقول لها هيدا زواج مش لعبة، في سر أنا بدي أقول لك إياه. بفوت لعندها وبيقول لها شو عملوا فيه ولاد بديعة، فبتقول له يعني نحن حنتزوج بدون خلفة وبدون زواج عادي. بيقول لها إيه بس يعني انت بيكون عندك سند وانا بيكون عندي حضن دافي. فبتقول له طيب خلص بقبل بس بشرط، لانه انا ما بينقصني شيء لحتى اصير ام. بيقول شو هو هيدا الشرط؟ بتقول له بتكون العصمة بإيدي لحتى أنا وقت اللي بدي أنهي هاي اللعبة. بيقول له قبلا سكر منهارة من قصة قتل أبو الهول، بتصير تشوفه قدامها بيندق عند الباب، فبيجوا رولا وزوجها بس تشوفهم من الناظور، بتصير تزبط تيابها لحتى ما يبين شي عليها. سكر بتخوت وبصيروا هن جايين يتشكروها كرمال ساعدتهم، فبتصير تقلهم جايين تتشكروني لإلي، وهيدا المنيح اللي عملته معكم هو منيح من المنايح اللي جربت أعملها، بس أنا كل حياتي عايشة طاشة، جربت مرة جلس أم ما قدرت. بتقوم بتكسر المزهرية وبتقلن جايين تقولوا لي شكرا وتجيبوا لي ورود، أنا ما بيلبق لي هيك شي. بتقول لها لرولا مبسوطة إنك طلعتي براءة، أنا مطرحك بفتح السينما دعارة وأنا برجع بشتغل فيها. فبيقول لها زوجها لرولا لا أنت شكلك مش فاهمة شو عم تحكي ومدري شو صاير معك، نحن رايحين. فبيروحوا بتصير تصرخ لحالها وتقول الله انا الله لا يعطيني العافيه مش الله يعافيني. بتقعد بالارض بتصير تبكي وتصرخ. شاهين كتير متضايق من القصه اللي عمل له اياها عمه، وانه بدهم ياخذوا 2/10 من نسبه التبرعات اللي بتجي على الجمعيه الخيريه. فبيسال مرته كيف بتشوفيه لبيك؟ فبتقول له كل الناس بيشوفوا اهل احلى احسن ناس بالدنيا. بيقول لها انت كيف بتشوفيه؟ بتقول له انا بشوفه كتير منيح لانه عمل حاله بحاله وهو اشتغل لحتى صار هيك. ليش عم تسأل هيدا السؤال؟ ما بيرد وبيقوم بروح. إن شاء الله يكفي بهالذكاء وما يمشي معهم لحتى ما يورطوه، لأنه مثل ما عرفنا قبل إنه الجمعية رح تكون باسمه، يعني هو المسؤول عن كل شيء. الشيخ مختار الشايكو بيطلب من جمعة إنه يفتش له على شيء مش منيح بحياة نزير، الشيخ نزير يعني، قال لأنه بده ينتقم منه لأنه هيدا غيران من نجاحه. وجمعة بيقبل معه ويقول له ماشي أنا رح فتش لك. ياسين مدري شو صاير له على الآخر، بيروح بينام بسكة القطارات، فبيحلم حلم إنه عم يشوف سكر وشاهين وياسين الصغار. بقرب لعند ياسين الصغير فبيقول له ياسين الصغير تعا معي، بياخده بيروح بحطه بالحبس. بيقول له أنا زعلان بهيك مثل قفص، بيقول له أنا زعلان منك، بعد عن سكر عم تفهم بعد عنا. بصير يعيط له ما بيرد عليه وفجأة بفيق. ومثل ما ذكرنا بالتوقعات انه هيدي المصاري حسوها انه ملعونة، لانه من اول ما فاتت على حياتهم وبلشت خراب. بس نحن قلنا انه سكر هي يلي بتحس هالشي، طلع ياسين يلي بحس هالشي. فبيطلب من السيكي انه يحرق كل المصاري وبيحرقون. اكيد هيدي حصة ياسين، بعتقد حصة سكر انحرقت مع ابو الهول. فالمصاري بتنحرق وبيبعت ياسين فويس مسج لسكر بيقلها بعدي عني ليوم الدين، ما بقى بدي اياكي بحياتي، انت خليتي على ايدي دم. مختار بيروح لعند الشيخ نزير وبيقول له انه انا صار عندي متابعين كتير وعم يسألوني اسئلة انا ما بعرف فيها، انت بتعرف انا مش كل شي بعرف، فانا بدي اياك تصير تطلع معي لايف وتجاوب على اسئلة المتابعين لحتى يصيروا يعرفوا اكتر. فالشيخ نزير بيقبل مش عارف شو محضر له الاستاذ مختار. وشاهين فهم كل شي وراح لعند عمه وقال له انه انا بعتذر منك انا مش حابب هيدي الشغلة، وكتير مشوش من قصة النسبة يلي بدكم تاخدوها وهيك. بيقول له عمو ليش انت مفكر انه نحن بحاجة لهيدي النسبة؟ نحن عم نشتغل شغل وبعدين لحتى انه لما نفوت فيه بعدين بقول لك كل شيء تفاصيله، وهيدي فرصتك انت، مش كل مرة بتجيك فرصة. فبيقول له شاهين بعتذر انا ما راح اقدر كفي بهيدا الشغل. خطاب معارض قصة انه يطلع الشيخ نزير مع مختار، فبيقول له الشيخ نزير بكرة لما نطلع لايفات وهيك بتصير العالم تشوف انه هو السائل وانا المجيب، يعني هو منه حدا هالقد بيفهم بالدين، ومع الوقت ببطلوا يتابعوه او يصدقوه. شاهين بيرجع على مكتبه بيشوف ياسين ناطره فبينبسط كتير وبقرب بيعطه بيقول له هلا فهمت انه يلي عملته صح. بيقول له ياسين انا قتلت ابو الهول. بيقول له شاهين شو عم تقول؟ بيقول له انا وسكر قتلنا ابو الهول، فجرناه ولميناه شقف شقف وحطيناه بالقبر. طلع ابو الهول بيموت وانا مش عم بقدر نام، جيت لعندك لانه انت حالي لحتى انت تفهمني. فشاهين بصير يصرخ بيقول له، فهون بيقول له اسم الحلقه يلي هي طلعت تلميذ بمدرستكم يا اولاد بديعه. انا لما شفت اسم الحلقه توقعت مختار اللي بيقوله طلع شاهين، وعم يقوله لاخته وخيه.
فبيقول له طلعت تلميذ مدرستكم يا اولاد بديعه، بدي ال30,000 دولار يلي دينتك اياهم، هلا بدك تجيب لي اياهم من تحت الارض، بتعطيني المصاري وما بقى بدي اشوف صوره وجهك، لعندي ما بقى تجي، ما بقى تقرب علي، فل من هون وبكبه برا. وبيرجع بيدق لعمه وبيقول له انسى كل شيء قلت لك اياه، انا موافق. نظمي بيكون عم يقول لمرته وام جمعه انه المعامله يلي كنت عم بعملها كرمال نرجع نفتح الكولبه، اول شيء فتت لعند الموظف قام بيقول لي بدها شهور ومدري شو، قام تركته وفليت انا وفايلي، بيرجع بعيط لي وبيظبط لي اياها بلحظه. بيكون الوفا الشهم القبضاي عم يحكي لجمعه انه كيف هو شافه بالبلديه لنظمي، انه سبحان الله مرق الطريق ورجع زبط له الموضوع هو. ام جمعة بتحكي مع نظمي وبتقول له انه انا عرفت انه انت يلي ما بدك ولد، بقول له ايه طب انا جاي على هاي الدنيا ما معي شيء وما عندي شيء، على القليل لحتى امنه لحتى يكبر ويقول انه بي عامل لي شيء، انا ما عندي شيء اقدم له اياه. بتقول له هيدا الحكي بيغضب ربنا، الولد بيجي وبتجي رزقته معه، شوف قصة الكولبة كيف دغري تيسرت، الله ما بيترك حدا فانت لازم تجيب اولاد. فبتقنعه بهيدا الموضوع وبقول له ماشي. الشيخ مختار وهدي اللي بيتزوجوا وبيجوا على البيت، بيقول بيدل على مطرح الاوض وهيك، وبيقول انا بدي اطلع لايف. جمعه بيجي لعند امه واخته بيقول لهم انه شفتوا يلي طلع لكم الكولبة من هاي القصه، هو العريس يلي انا كان بدي اياه لاختي، فخلي زوجك يعمل لك ربع اللي عمله الشامي. مختار بيفتح باب الحمام على هدي اللي هي عم تتحمم، بس اكيد بيكون في بردايه، وبيرجع بيسكره وبيروح. مروه بتجي لعند ياسين شال حل حجاب وبتجي لعنده بيقول شو مش على اساس بسنا التوبه، فبتنزل دمعتها. اذا وصلتوا لهون ومش عاملين لايك بتمنى تعملوا لايك وتشتركوا بالقناه، ويلا لنكفي. بتجي هديل بتاخد حرام ومخده وبتطلع من الاوضه، بيكون هو نايم بالاوضه عامل حاله نايم، بتطلع وبتحطهم بالصالون لحتى تنام. فبيروح لعندها وبيقول لها معقول بتتركيني يعني ما لك نفس حتى انك تنامي حده؟ بتقول له لا مش هيك. بيقول لها معقول بتعملي هيك بليله دخلتك؟ بتقول له دخلتي؟ ليش نحن عم نضحك؟ شو عم نضحك على بعض؟ بيقول هيك عم تهينيني؟ انا الحق علي اللي قلت لك خبرتك قبل، لو بيك عايش كان قبل انك تهيني زوجك بهالطريقه. وبيتركها وبيروح، بيروح بيشرب دواء وبنام. مروه بتقول له لياسين انت رفيق عمري بدي اياك تساعدني. بيقول بشو؟ بتقول له بدي اصير ممثله، يلي عم يطلعوا على الشاشات مش احسن مني. شاهين خوت بيجي على البيت فبيمسك مرته من ايده وبيقول لها عارف شاهين الدباغ صار لازم يجي، وبفوتها. زهور بتدق للوفا وبتقول له بدي شوفك ضروري، قل لي وين وايمتى بتقدر. المقدم على السف بدق لسكر وبقول له انه رجعت انفتحت قضيتك. فبتقول له بعد ما قضيت محكوميتي؟ بقول له ايه، لقطوا احد ناس من رجال يمن تبع الضريبه ما ضريبه ورجعت انفتحت وطلع محكوم عليك بمصاري، فبدنا نحجز على بيتك وعلى السياره لحتى تفكي الحجز وتدفعي مصاري. سكر بتجن اكتر من منا مجنونه، بتروح على بيتها بتكب بنزين على كل الارض على كل البيت، بتدور الغاز بتفتحه، بتروح على الصالون بتكب على صورتها، بتحرق ورقه المحكمه الورقه اللي عطاها اياها على الساف وبتكبها بالبيت، بتطلع وبتكسر السياره كلها. وهيك بتكون خلصت الحلقه، بتمنى تعملوا لايك وتشتركوا بالقناه، بحبكم كتير، باي باي.